السلام عليكم. طبعا هسه راح اشرح دالة اف برنت اف. طبعا اف برنت اف يعني بيها ميزة انه كل شيء تكتبه بها هي عبارة عن نص، اوكي؟ فعبارة بها داخلها نص. هذا النص شيء تكتب بيه، تكتب بيه ممكن تسوي اكثر من سطر بيه، يعني شيء اكتب هذا النص اكتب، واوصل مرحلة معينة في الاماكن معينة اقدر اخلي متغيرات. طبعا شلون افهم البرنامج؟ انه انا اذا ادخل متغير اخلي علامة بالمية وحرف معين. طبعا ذن الحروف إذا تضغطون على الهيلب بحيث تكتبون اف برنت اف وتبحثون، هاي آخر وحدة من تدوسون عليها راح يطلع لكم إنه ذني ياهن. شوف كل حرف وش يعني. بس احنا أكثر شيء نستخدمه بالمية دي معناها رقم صحيح بدون بوينت، وبالمية اف رقم صحيح بي بوينت، عفوا رقم عشر بي بوينت، وذني العشرة أس مثلا، عشرة أس موجب أو سالب، ذني حروف الإي. اوكي، وزين شوف زين بعطيكم مثال عليهن، واذا تقدروا ترجموه وشوف الشرح اللي جوا الحين موجود اللي حاب يتعمق، ولو الوقت ما يسمح لكم تتعمقون خلاص. هاو فقره. فقره ثانيه انه اف بريد اف لا تحتاج نمبر تو سترينج ولا تحتاج اي شيء، يعني انا شفت بيها يطلع لي اوكي. ومن هنا ادخل قيمه في متغير معين، اكتب علامه بالميه، وبالاخير ادخل المتغيرات انه واحد راح يندرجن عندي بالمعادلة. فكمثال هسه راح اسوي برنامج بسيط، مثلا احسب مساحة طول المربع او مساحة المربع. فمثلا خلي اكس يساوي لي انبوت اكس يساوي اوكي. هسه مثلا اللي خلينا نقول واي هي المساحة مالتي، واي يساوي لإكس تربيع، أوكي؟ فهسه من أطبع بالإف إف برنت إف، هسه إف برنت إف، أفتح قوس. طبعا نقول إف برنت إف، طبعا كأغلب الدوال مال الإخراج إنه طباعة شو يكون بيها؟ يكون بيها إنه من يدوسه وحدة، يعني هذا واحدة يدوس إنتر وينزل. الداله مال اف روت اف ما يدوس انتر، فلازم احنا يعني اذا نريد مثلا انه بعد عندنا في المعلومات نريد شو اسمه يعني نكتبها، فنكون من الاخير نكتب انتر. اذا شلون نكتب الانتر بالاف روت اف؟ الانتر بالاف روت اف يكون بهذا الشكل، انه علامة السهم اسمه معكوسة حرف ان، هاي معناها انتر، يعني معناها ينزل سطر لجوا. هسه اجيت اني ادي اكتب رسالة، شو اكتب الرسالة هنا؟ شو اكتب؟ اوكي، هو راح يطبع مثل ما انا قاعد اكتبه، اوكي، لحد ما انا اجي اكتب بحرف العلامه مال بالميه، يلا يجيب المتغير. مثلا سانتي بتاع الكتابه العشوائيه، عجبني انزل سطر، فعلامه معكوسه، اوكي، هذه المعكوسه راح ينزل سطر لجوا. وهم فتح كتابه وراها قلت مثلا اريا، اريا تساوي. هسه اريد ادخل قيمه المتغير، من اريد ادخل قيمه المتغير شو اكتب؟ اكتب بالميه، خوش مالي بالميه، هذا 105. من كتبت بالميه هسه شو اكتب؟ اكتب واحد من حروف، شو ادخل؟ عدد صحيح، عدد عشري او فشي. هسه مبدئيا راح اخليه عدد صحيح او اخليه عدد عشري، مثلا 6.3. هسه هاي الارقام بعدين اجيكم اوضح لكم شو معناها، بس هسه خلينا مشي على هالوضعية انه 6.3 اف يعني عدد عشري. وراها هسه اذا علامة الاقتباس فارزة كم متغير انا خال على عدد المتغيرات، خلينا مثلا كم بالمية حاط انا، كل بالمية حط متغير. هسه انا عندي بس متغير واحد اللي هو المساحة، حطيت بالمية وحدة وسددت القوس. هسه من اسوي طبعا الادخال قلت قيمة اكس، هنا انا اشيل الخطأ عندي والله، اعتقد بالخربة شمالتي كتبت لي رقم غلط. نفس الغلط، نعم مش عدي. الغلط مالتي انه هنا ناسك اكتب برنت اف، برنت اف، اوكي. هسه اسوي
خوش، فمن دخل قيمة اكس. شوفوا هاي الخربشة اللي كتبتها هنا او الشخابيط كتبت نفسها، ورا هاي الان معناها انتر نزل خط لجوا. شوفوا وهاي الشخابيط اللي كتبتها هم كتبها نفسها، وصل العلامة بالمية اللي كتبتها. خوش وين راح؟ راح القيمة واي جابها وحطاها هنا. انا شوف قيمة واي وينها، باعوا جابها نفسها حطاها هنا. هسه مثلا خلينا نجي نكتب مثلا في شيء ارتب، خلينا نقول علامة اقتباس وين اكس يساوي لي بالمية 6.3 اف اريا تساوي لي 6.3 اف. وخلي هاي هم نعاود ننزل سطر بس مثل هاي المشكلة انه شوفوا جت هاي قبل لين ما نزل سطر قلنا فرونت اف ما بين نزل ولادي. هسه هسه علامة اقتباس، هسه شو اسوي؟ فارزة اخلي المتغير الاول اللي يجي هنا، شوفوا ما اول بالمية حط المتغير مالته اللي هو شنو؟ اكس. ثاني بالمية اللي هي مال الاريا شنو المتغير مالته؟ واي. اوكي فاجي حطن هنا بالفارزة الثانية حطن قيمة واي. فهسه من نسوي ران من يقول لي دخلت قيمة اكس، شوف يقول لي، قال لي وين اكس يساوي لي، انا قد دخلت قيمة اكس. خوش هاي قد دخلتها كتبها نفسها. اريا تساوي المساحة، شوف طاني اياها رقمها بالمضبوط. اوكي لهنا زين. هسه اكو بينكم يسألون يقولوا لي، يعني يقولوا لي شو معنى ذني الحروف والرموز وهاي. مثل ما قلت لكم اف اف عدد كسري او كسر 10 يعني اقصد، والدي عدد صحيح. يعني هسه لو كاتب هنا دي مثلا، خلينا نكتب مثال بكسر، خلينا نمسح هاي نكتب دي. اوكي وقت مثلا 1.5، خوش شوف ايش راح يصير. عفوا 1.5 انتر، هسه ما طلع خطأ، هسه 1.5 شوف ايش طلع لي. بنكتب الدي، شوف الدي عدد صحيح بس انا دخلت عدد كسري، صار خطأ وحده حول على صيغه الاي. وهذا الشيء يعني هو هذا البرنامج وحده صح خطأ مالتي حول على صيغه الاي. بس هي المفروض شو اكتب له؟ انا اكتب له من هنا، يا اما انا احدد له بالاف يا اما انا احدد له بمن؟ بالدي. فهسه انا ما يصير انه انا عندي رقم 10 اكتب له دي، لان يعني دي عدد صحيح. اوكي فلازم اكتب له اف، وقبل الاف اكو ارقام. هذين الارقام شنو؟ الستة بوينت ثلاثة مثلا او خمسة بوينت ثلاثة او اي شيء. شوفوا الرقم اللي قبل البوينت هذا مثل عدد المراتب الكلية، والرقم اللي ورا البوينت يسوي يعني يمثل عدد المراتب بعد الفارزة. وانتبهوا ان الفارزة تعتبر مرتبة. يعني مثلا هسه انا عيد البرنامج واكتب 1.5، ايش سوي؟ 1.5 انا ايش كاتب له؟ اوه بس هاي ما عدلتها 6.3 اف. هسه من اكتب 1.5، شوف هسه انا ايش كاتب له؟ 6.3 كم مرتبة؟ واحدة اثنين ثلاثة، هاي اربعة وهاي خمسة. اوكي من يم ضاف فراغ او شنو؟ مرتبة سادسة. هو اذا كان الفراغ يعني المراتب بعد الفارزة زي يضيف صفارة، واذا قبل الفارزة شي يضيف فراغات. حلو فهسه من كتبته 6.3 اف سوى هاي 6 مراتب، هاي مرتبة اولى الثانية الثالثة ذني، والفارز اعتبرها المرتبة الرابعة وهاي الخامسة، وهنا سوى ضاف صفر. مثلا اذا رقم بي اكثر من مرتبة، يعني مثلا انا مكتب 3 مراتب مثلا سوى 1.555، ايش راح يسوي البرنامج؟ شفتوا 1.555 الثانية هاي شوف الاريا، هاي الاريا هلا بالمفروض طبعا تصير رقم اكبر. غلطت نفس الغلط، كسر غلط نفس الغلط، انا ادوس الرن من جديد. شوفوا من كتبت اني اربع مراتب بعد الفارزة هو سوى كتب لي بس ثلاثة، والنتيجة هم بيها اكثر من اربع مراتب. شوفوا شو كتب، كتب بس ثلاثة. ليش؟ انا يعني محدد له ثلاث مراتب بعد الفارزة، اكثر من ثلاث مراتب شو يسوي؟ ما راح يكتبها. اوكي
بس اذا لا الرقم لا هيك مثلا كبير وبي اكثر من 3 مرات، شوف شو راح يسوي الحالة. غلطت نفس الغلط، الحمد لله. شوف سوى، خذت 3 مراتب مني انا. خوش الارقام اللي قبل الفارزه بكتبها كلها بنفسي، ما لها علاقه. والارقام اللي قبل الفارزه كتبها كلها بنفسي، بس اللي بعد الفارزه ايش كتب؟ كتب بس 3. فانه احنا اذا احنا اذا تحفظوه يعني انه عندنا هذا الثلاثه، هاي تمثل عدد المراتب بعد الفارزه. البوينت خوش هو يعني هو اللي يفصل بيناتن. هذا الرقم يكون اكثر من هذا الرقم على الاقل باثنين. خوش يعني اذا 3 يكون اقل شيء 5، اذا كان 2 يكون هذا اقل شيء 4، مثلا اذا كان هذا 5 يكون هذا اقل شيء 7. يعني هذا رقم اكبر من هذا اقل شيء مرتبتين، وانتم تخليكم رقم طبيعي. انا دائما استخدم 6.3 كرقم عندي. خوش اعتقد انه هذا هو كل ما يتعلق بالاف برنت اف، انه نعرف انه الاف برنت اف عباره عن رساله، داخل الرسالة داخل قيم متغيرات. شنو هالرسالة؟ شوف الرسالة شو اكتب بيها يطلع لي عدى انه هاي معناه شنو، معناه انتر، لان الرسالة ما تخل حتى اقدر اسوي اكثر من سطر. فاذا ادعبر من سطر لسطر شو اخلي هاي العلامة، هاي واحدة. الشغلة الثانية كل ما احط علامة بالمية راح يجيب متغير، يعني هاي اول بالمية راح يشيل هاي، شوف شال هاي العبارة ايش حاط؟ حاط قيمة اكس. خوش شوف اسوي كتبت وين اكس يساوي هاي نفسها، وشال علامة بالمية حاط قيمة اكس. اجل العبارة نزل سطر اللي جوا من ورا هاي، خوش وكتبت اري يساوي كتبها نفسها، وراها شال قيمة بالمية اف هاي، ايش حاط لي؟ حاط لي قيمة واي. اوكي هنا يعني. ومثل ما قلنا بنكمل الرسالة مالتنا، حط فارزة قيمة المتغير الأول، فارزة قيمة المتغير الثاني. واعتقد انه هذا انه كل ما يتعلق بالاف برنت اف. اذا عندكم اي سؤال او معلومه تدون اجاوب عليها دزولنا على القناه او درسولنا على اي حساب من حساباتي، راح اجاوبكم على اي استفسار. طبعا هذا الفيديو يعني حاولت قدر المستطاع ان اكون سريع به، لان هسه اذا تشوفون وقت الساعه 5 على ما يرفع الفيديو، فحاول الحق ارفعه من الطلاب يشوفه، مو في فيديو صعب المقاومه. فاي استفسار عندكم او فشي شيء راسلوني على حساباتي، اقدر اصور غير هذا الفيديو اذا عندكم في نقطه مو واضحه بالفيديو عندكم. نشوفها في وقت اخر، واتمنى تكون استفادتكم عنده، وفي امان الله.